افتتح وكيل وزارة الأشغال المهندس الشيخ مشعل بن محمد الخليفة الجسر الأحادي الاتجاه لانعطاف يسارا إلى شارع الأمير سعود الفيصل باتجاه ضاحية الفاتح ضمن أعمال مشروع تطوير شارع الفاتح. وصرح وكيل وزارة الأشغال أن افتتاح الجسر الأحادي الاتجاه سيساهم في تخفيف ضغط الحركة المرورية على الإشارة الضوئية الحالية الواقعة عند تقاطع شارع الفاتح مع شارع الأمير سعود الفيصل وشارع الشيخ دعي، والذي تم في وقت سابق غلق مسارات الانعطاف يسارا من شارع الأمير سعود الفيصل إلى شارع الفاتح عند ذات التقاطع كإحدى مراحل إلغاء الإشارة الضوئية غلقا دائما حسب المخططات النهائية لمشروع تطوير شارع الفاتح. وأكد الشيخ مشعل الخليفة أن المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز الكلية فيه 61% يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الهامة التي جاءت تنفيذا لبرنامج الحكومة. اليوم نحن سعداء بافتتاح جزء مهم ورئيسي من مشروع تطوير شارع الفاتح. هذه هي المرحلة الثانية اليوم، وهو عبارة عن شارع عن جسر أحادي الاتجاه ويستوعب الحركة المرورية من شمال المنامة الغادمين من شمال المنامة باتجاه شارع الأمير سعود الفيصل باتجاه الشرق. طبعا شارع الجسر بيكون الحركة الانسيابية الحركة بدون توقف إلى ضاحية الفاتح. أشكر القائمين على المشروع العملاق هذا، مشروع استراتيجي في محافظة العاصمة، وإحنا يعني بنيابة عن أهالي العاصمة نشكر وزارة الأشغال وصندوق السعودي للتنمية على يعني هذا الاهتمام الكبير بتطوير الشوارع والطرق في مملكة البحرين، اللي هذا من المشاريع الاستراتيجية اللي تسهل حركة سيارات وانسيابيتها وتعطي إضافة كبيرة بالنسبة لمستخدمين الطريق. تشرفت اليوم نيابة عن الصندوق السعودي للتنمية بمعية الشيخ مشعل الخليفة بافتتاح مشروع الالتفاف إلى منطقة الجفير. هذا المشروع يخدم القادمين من شمال المنامة من شارع الملك فيصل إلى شارع الأمير سعود الفيصل منطقة الجفير، وهذا امتداد للعلاقات الأخوية ما بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين سواء على مستوى القيادة أو على مستوى الشعب.